بليل البريك مواتيك كرسي الحب. ميرسي. تستمتع وقت اللي تحكي على الحب ولا ليه؟ ولا تتقلق؟ سا ديبون، اما اش خير من الحب خويا؟ ما دام حاجة فيها حب باهي الحب. كما قال وجدي في نوبة، حبوا بعضكم الدنيا فيها موت. نحن في الوقت هذا محتاجين لبرشا حب ويلزمنا نحبوا بعضنا. بليل، يجوك رسائل من عند معجبات؟ وي. طلبت زواج؟ وي. طلبت صداقة؟ وي. كيفاش تتعامل معاهم؟ مرتي تجاوبهم. مرتاح منه الانستغرام يعني. انستغرام عند مرتك؟ اي، جاري لي في الانستغرام تاعي وما يقلقنيش على خاطر ما عندي مخبي وعادي جدا. شنو المشكلة؟ مرتك مغيرة؟ أي مرأة في الدنيا تحب رجلها مغيرة. أما الفرنسيس عادة دمهم بارد شوية. لا دمهم بارد، نحن هما اللي دمنا بارد. بالحق على الدخلة والخرجة و... مو مش بالطريقة هذيك، ولكن كمام تخاف على رجلها عادي جدا. هي بيدها راهو كنا يعني نعيشوا في موندو، بعد نوبة تبدلت الدنيا يعني، تلقى بالألاف ميساجات وبالألاف يعني، فما حتى ميساجات راهو مخلة للأخلاق. بالحق تجيك حاجات؟ تجيني حاجات مخلة للأخلاق. وتحلهم زوجتك؟ تحلهم زوجتي، وي. اللي بالفرنسية هاكا مزمر عليها، واللي بالعربي نحاول نكفرها، قول لها ليه راهي. أما ليه توا بالجوجل ترانسليت وليت ما عادش فما مشكلة؟ يا ولدي عنك الجوجل سبابة أكثر من الجوجل اللي تحكي عليه. ملاوينك. موشم اسمها؟ وي. وين موشم؟ هوني. العرس عنده قديش؟ عنده عامين داخل في الثالث. عامين داخل في الثالث، ولكن علاقتنا كانت قبل برشا. بالعرس العلاقة توطدت ولا؟ توطدت سيرتو بأدومة، كي جبنا أدومة فأكثر جابلنا أكثر حب للدار وأكثر بهجة وأكثر سرور. أهو آدم ربي يفضله. وين أهو كأدومة بالي جابو. شكون سميه؟ أنا سميته. في الدار تعيطوا ادم ولا ادم؟ لا ادم، علاش ادم؟ ادم ادم. ادم ادم يجي هنا. الحب كان كود فودر ولا ما محبه الا بعد خصام؟ كود فودر. ريتها قلت هذه هي المراه لي؟ هذه هي دخت. هي حبك الاول؟ حبي الاول، وي. عام 2013 عملت مسرحية. شو اسم المسرحية اللي عملتها عام 2013؟ سلمى. شكون هي سلمى؟ سلمى هي تونس. هي لأنه من الأول كيف كتبت المونودراما متاع سلمى، سيفري كانت قصة يعني حب وكذا، ولكن بعد كيف قعدنا مع المخرج وبدينا نبدلوا في الحكاية، تبدل 80% من الرواية متاع المسرحية. ويعني تونس سلمى لأنه اسم مؤنث، كيف تونس كما أمك كما أمي كما أختك كما أختي. هل صحيح أنه سلمى الاسم هذا تعدى عليك في طفولتك وكان أول حب بالنسبة لك أنت؟ لا، تعدى في الطفولة ولكن ما كانش أول حب. حب الطفولة ما هي ما تسميهش حب؟ مش حب بطبيعة الحال، إذا كان في الابتدائي ما شو نعرفه من حبنا، فهمتني؟ 2013 عملت حوار. سُئلت عن سلمى. قبل ما تعرس. إيه. قلت سلمى هي الطفلة اللي حبيتها وأنا صغير، ولتو نحبها، وحبيت نبني معاها حياتي. نبيع في المسرحية. نبيع في المسرحية يا أخوي. لا، أنت تو كأنه حسيتك تبيع لي أنا في الكلام. عليه. عليه. لا ما كانش حب، هذه بالرسمي ما كانش حب، فترة يعني هكاك متاع طفولة، فهمتني؟ توا مزمرة عليا باش نروح للمرأة تقول لي فيان سي. سلمى مالها؟ حاسيلو ربي يهديك.
لا بالحق بالحق هذه ما كانتش حب، يعني حب بالله انتم حب تسميه حب صحيح في الابتدائية، فهمتني؟ اي يسكت يسكت لان ندو. اي بلال قولي بابا قول بلال زيد عطين. لا لا ولا لا كهو 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 اما هاي الحمد لله في الدار متفاهمين. مرتك في مخها بدأت تستوعب إيش معناتها ثقافة عربية إسلامية ولا لا؟ بدأت تستوعب أي ولا العظيم في بالك. نحكي لك حاجة والله ساعات توجعها أي حاجة تقول لي أقرأ لي القرآن نقرأ عليه القرآن والله العظيم أقسم بالله يعني بطريقة ما تصورهاش. مسموح لي باش نسألك زوجتك اعتنقت الإسلام ولا لا؟ إن شاء الله بينتو ديجا خطوة باهية فهمتي ربي، ولكن ميرسي بوكو. ولكن باش نفرض عليها الاسلام انا مع الحريه كعباره. جيت المسلم قلت له ولي مسيحي والا جويف والا كذا. المهم انها تقدر الديانه نتاعي وانا نقدر ديانتها ونعيشوا في سلام. وين المشكل؟ هذا بلال على كرسي الحب.